السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكثير منا يدعي الله سبحانه وتعالى ويتأخر في الاستجابة. بندعي ونقول ليش إحنا ما استجب لنا الله سبحانه وتعالى، أو من فترة إحنا بندعي وما بين شيء معانا. فللدعاء أوقات الاستجابة وشروط. يجب أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء ولما نختم الدعاء، وللدعاء أوقات الاستجابة، يعني أوقات مثلا المطر، وقت السفر، الثلث الأخير من الليل، في ساعات الاستجابة مثل يوم الجمعة، في أوقات كثيرة. بس اليوم لدعاء تفتح له أبواب السماء كاملة، أو طريقة أو كلمة تفتح لها أبواب السماء، فعليكم بها يوميا، وسبحان الله سبحان الله راح تشوفون النتيجة في نفس اليوم. إذا بغيتوا مال ففي نفس اليوم راح تبين معاكم النتيجة ويستجب لكم الله سبحانه وتعالى. إن حبيتوا الصحة والعافية والله يمتع الجميع بالصحة والعافية. من أراد العلم، من أراد الخير، من أراد البركة، من أراد رزق الجنة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين وللجميع، ما عليكم إلا بهذه الطريقة. تابعوا معي لآخر الفيديو وإن شاء الله الجميع يستفيد. لا تنسوا تشجعوني بلايكاتكم، وحياكم الله في قناتي إذا كنتوا أول مرة تشاهدونها. اشتركوا وإن شاء الله الجميع يستفيد. بسم الله توكلنا على الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لحديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. سبحان الله، هذا الدعاء أو هذه الكلمات الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، نقولها بعد تكبيرة الصلاة لما نجي نصلي في أوقات الصلاة. الله أكبر الله أكبر، يعني بداية الصلاة ونقول هذه الكلمة: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، وبعدين نقرأ سورة الفاتحة ونكمل صلاتنا. وفي السجدة ندعي ربنا سبحانه وتعالى. أي دعاء تدعونه تكون أبواب السماء مفتوحة، وإن شاء الله ربنا يستجب لكل مسلم، كل مظلوم، كل إنسان يبغى الصحة والعافية والرزق، ولأولادكم ولجيرانكم ولكل من تحبون بإذن الله تعالى، لأن الملائكة تقول لكم ولكم بالمثل. فإن شاء الله ربنا يستجب للجميع ويفتح لكم أبواب السماء والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.